الناس بتسأل النهاردة 30 مليون جنيه مديونية الزمالك كما أعلن الاتحاد. السؤال كيف تم قبول أسماء القيد الأول، وهل تم الجدولة والتفاوض، ولا إيه اللي تم وماذا حدث في أسماء الزمالك والقائمة الأولى؟ طيب عايز اقول لحضرتك يا كابتن انه حاليا يعني انفراد ليج برضو الزمالك يعني اتم قيد 28 لاعب في قائمته المحليه و34 لاعب في القائمه الافريقيه. حاليا دخلوا على سيستم اتحاد الكره وتم اعتمادهم. ايضا بطاقه ظهير النادي الزمالك التونسي المسلوسي وصلت البطاقه الدوليه وتم قيده في قائمه الزمالك المحليه والافريقيه. دي اخبار سعيده لنادي الزمالك بعد ان وحميدة أحداد وصلت وتأيد إفريقيا ومحليا. بعد اللجنه الثلاثيه المكلفه باداره نادي الزمالك نجحت اليوم في الاتفاق مع اللجنه الخماسيه، وده التعاون اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده، انه طالما في ناس متفاهمه وناس محترمه تقود الانديه واتحاد الكره، فبالتالي في نقطه تفاهم. كان في مديونيه 30 مليون جنيه على نادي الزمالك. اتحاد الكره كان الزمالك طبعا كان رافض يدفع فلوس، لانه كان رئيس الزمالك بيهدد طول الوقت بقى حياته الى اخره. اتحاد الكره كانت الفيصل عنده هي القيد، لانه ما كانش هيأيد القايمه بتاعت نادي الزمالك او الصفقات الجديده الا بدفع هذه المستحقات. طبعا اتحاد الكوره راعى النهارده الظروف اللي فيها نادي الزمالك، راعى اللجنه الثلاثيه القضائيه يعني التي تدير نادي الزمالك. في وفد النهارده من نادي الزمالك توجه الى اتحاد الكوره وعقدوا جلسه مع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكوره، ووعدوا بجدوله المستحقات المتاخره على نادي الزمالك، وانه ده عقد جديد لنادي الزمالك مع لجنه ثلاثيه جديده تدير النادي خلال الفتره الحاليه. فبالتالي من اتحاد الكوره يجب ان يكون داعما لهذه اللجنه. اتحاد الكوره وافق على جدوله مستحقات نادي الزمالك المتاخره، وبالفعل تم قيد القائمه الاولى لنادي الزمالك محليا وافريقيا، والامور انتهت تماما في ظل التفاهم اللي بين الطرفين، يعني بين اتحاد الكوره واللجنه المكلفه باداره نادي الزمالك. طيب خليني بس عشان الناس في الشات اتعودت مننا المصداقيه في اللايف، استاذ احمد السيد، الاهلي لما كان عليه مديونيه مع نفس لجنه عمرو الجنين السنه اللي فاتت، الاهلي دفع كامل المديونيه ولا تم الاتفاق على جدولتها مثل ما يحدث مع الزمالك الان؟ لا لا، دفع كامل المديونيه، وده كان كمان شرط اساسي علشان يتم قيد اللاعبين، يعني يتم قيد الصفقات الجديده. يعني طب لماذا هنا الكيل بمكيالين يا استاذ محمد مهدي؟ هو مش كايل بمكيالين، يعني احنا تواصلنا مع الناس في اتحاد الكوره وقالوا ان احنا يا جماعه الاهلي وقتها كان طبعا الاهلي مستقر ماليا وفنيا، فبالتالي لما نقول للنادي الاهلي القيد مرتبط بالمستحقات، فالنادي الاهلي هيدفع المستحقات ولا يتاخر في ذلك. ولكن الوضع اختلف دلوقتي مع الزمالك نظرا للظروف اللي الزمالك بيمر بيها، نظرا انه مجلس رحل واتت لجنه اخرى. طب خليني بس اقول لك، جاءني الاتحاد شايف انه التوافق مع اللجنه الجديده ده دعم ليها. لا 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 لا، جاءني الان يا محمد، جاءني الان نفس ما حدث مع الاهلي يحدث الان مع الزمالك. جاءني الان هذا الخبر العاجل، الزمالك دفع كامل المبلغ كما فعل الاهلي بنظام الشيكات. يعني الاهلي ده مؤجله الدفع، اي لا لا بس اسمع يا بي، اسمها دفع كاش. الاهلي عمل كده اهو، الاهلي دفع كامل المبلغ على شيكات، والشيكات المجدوله تعتبر كاش، وهكذا فعل الزمالك اليوم. ايوه شيكات مجدوله، ما انا بقول شيكات مجدوله. لكن الزمالك اصلا اللجنه اللي جت النهارده لما جت الجرد بتاع مديريه الشباب والرياضه، بس بقى يبقى هم مديريه الزمالك فيها مليون جنيه. يبقى علشان كده يا محمد، اللجنه اول حاجه عملتها النهارده انها عملت توقيعات الشيكات الجديده وطلبت دفاتر شيكات. على كان تقدر على كان النهارده يعني كان في لجنتين النهارده في نادي الزمالك. الاهلي لا يا احمد، برضه الشباب والرياضه بالجيزه سلمت اللجنه الجديده، اللجنه الثلاثيه جرد لكل شيء في نادي الزمالك. وكان في وفد من البنوك لغى التوقعات القديمه وعمل توقعات جديده للجنه الثلاثيه الموجوده حاليا وبتاع. بعد فرز النهارده بعد جرد خزنه نادي الزمالك وجدوا فيها مليون و250 الف جنيه فقط لا غير. فبالتالي انه لجنه الزمالك شرحت لاتحاد الكره الوضع اللي هم فيه مع رحيل مجلس مع
قدوم لجنه وده اول يوم ليها، والنهارده نادي الزمالك لازم يقيد اللاعبين بتوعه عشان خاطر القائمه الافريقيه، لانه هيخش في مشكله كبيره جدا جدا. فواصلوا لنقطه تفاهم مع اتحاد الكره ان احنا ملزمين بالفلوس دي، هنعمل شيكات اجله الدفع مجدوله على عدد من الشهور يتم صرفها في المواعيد المحدده، وده استجاب ليه اتحاد الكره وتم حل الامر وتم قيد لاعبي الزمالك القائمه الاولى وبالتالي قيد ال طب عندك الـ تمام تمام عندك القائمه يا محمد؟ قائمة الزمالك؟ اه طيب خليك معايا ثواني اقول لك. طيب ماشي استاذ احمد والنبي تتاكد لنا من المهندس محمد من العميد محمد مرجان، استاذ احمد السيد اتاكد لنا من العميد اتاكد لنا من العميد محمد مرجان بكره الدفع بتاع ديون الاهلي كان ازاي، علشان بس تتاكد الخبر اللي جالي من اتحاد الكوره صح ولا بيدونا خبر مضلل. لا حاضر، يعني انا معلوماتي دي جزء جت على كاش كاش مقدر، في جزء تم خصم من مستحقات النادي الاهلي كانت عند الاتحاد، معلش بص وفي جزء هنا كان زي ما حضرتك بتقول كده شيكات وجلس الدفع. بص 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 يا احمد يعني. لو سمحت خليني برضو اخد المعلومه من النادي وارد لحضرتك. اللي انا اعرفه انه النادي الاهلي دفع مستحقاته كاش، ما كانش فيه اي جدول، ان النادي الاهلي ما عليهوش اي فلوس لاتحاد الكوره. يعني الخبر جاي لي من اتحاد الكوره، احنا نرد بكره ونتاكد من العميد محمد مرجان عشان نعرف نرد على اللي بعت لنا المعلومه. طيب لو عاوز تمام الزمالك اقول لك قائمه الزمالك لو احمد انتهى يعني من لا لا ما احنا في نقاش مع بعض، خلينا نقول قائمه الزمالك للي ما حضرناش واللي ما قراهاش واللي ما شافهاش، قائمه الزمالك التي تم قيدها بالقائمه الاولى. اتفضل يا استاذ محمد مهدي. بالظبط، اولا القائمه يعني شهدت عوده حميد احداد، احمد فتوح، محمد اشرف رؤى، حمزه المتروسي، دول الجداد اللي اتضافوا على قائمه الزمالك القديمه. قول لنا القائمه كلها بقى 28 لاعب اتفضل. طيب في حراسه المرمى محمود عبد الرحيم جنش ومحمد ابو جبل ومحمد عواد، وخرج من حراسه المرمى محمد صبحي. تمام. خط الدفاع محمد عبد الشافي، عبد الله جمعه، حازم امام، حمزه المتلوسي، احمد فتوح، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني ومحمد عبد السلام. تمام. خط الوسط طارق حامد، فرجاني ساسي، اسلام جابر، محمد حسن، محمود عبد العزيز، امام عاشور، محمد اشرف رؤى. تمام. خط الهجوم خط الوسط المهاجم مصطفى فتحي، محمد ونجم، كريم بامبو، اشرف بن شرطي، حميد احداد، احمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق، شيكابالا، يوسف اوباما. تمام. خط الهجوم مصطفى محمد وعمر السعيد، في ايدوا بعض الشباب تحت السن منهم احمد عيد، فيصل اسامه، حسام اشرف، سيف فاروق جعفر، حسام عبد المجيد، وبيتو، وحاتم سكر، وياسين مرعي. طيب للي ما حضرناش يا جماعه هذه قائمه الزمالك، للي ما اعرفها ما اراهاش في المواقع ومستني مننا هذه الخدمه، نقول المواقع ده انفراد لنا يعني. طيب نقول ال 28 تاني لو سمحت. بص المره دي قول لنا، بص ال 28 قول لنا ال 28، وبعد ما تقول ال 28 قول لنا الوجوه الجديده، وبعد كده الناشئين اتفضل. طيب حراسه المرمى محمود عبد الرحيم جنش، محمد ابو جبل، محمد عواد. ايوه. خط الدفاع محمد عبد الشافي، عبد الله جمعه، حازم امام، حمزه المتلوسي، احمد فتوح، محمود علاء، محمود حمد الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام. تمام. خط الوسط المدافع طارق حامد، فرجاني ساسي، اسلام جابر، محمد حسن، محمود عبد العزيز، امام عاشور، محمد اشرف روح. تمام. خط الوسط المهاجم مصطفى فتحي، محمد ونجم، كريم بامبو، اشرف بن شرطي، حميد احداد، احمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق، شيكابالا، يوسف اوباما. تمام. خط الهجوم مصطفى محمد، عمر السعيد. يبقى قول لنا بقى الجداد اللي دخلوا. اقول لك الشباب وبعدين اقول لك الجداد. الشباب اتفضل. الشباب محمد صبحي، احمد عيد، فيصل اسامه، حسام اشرف، سيف فاروق جعفر، حسام عبد المجيد، بيسو، حاتم سكر، ياسين مراد. الجداد اللي دخلوا على قائمه الزمالك. حميد احداد، احمد فتوح، محمد اشرف رؤى، حمزه المتلوس. طيب ومين اللي خرج؟ ما خرج كاسونجو فقط لا غير، حتى الان ما خرجش حد تاني الا كاسونجو، يعني ده اللي هو. وفي حد عندك خرج من حراسه المرمى؟ لا لا، محمد عطله، بس محمد صلاح بس متأيد في الشباب، مش في طيب يبقى يعني يبقى ابو جبل وجنش
وعواد متقيدين فوق السن ومحمد صبحي تحت السن. يبقى اللي خرج من القائمه فقط هو كسونجو، بس دي القائمه الاولى طبعا الزمالك. ما انا فاهم، ما انا فاهم، احنا خرج من القائمه الاولى كسونجو كده، تمام التمام. هل لديك القائمه الافريقيه اللي ارسلها الزمالك؟ القائمه الافريقيه هي نفس القائمه، الزمالك ايدهم محل وافريقي. الزمالك قايد 34 لاعب في القائمه الافريقيه، لان حضرتك عارف انه الكاس سيد القائمه بتاعت الانديه نظرا يعني 50 عشان كورونا 50. يعني الزمالك ايد ال 28 واللي تحت السن باجمالي 34 في القائمه الافريقيه. بالظبط، ايد 34 في القائمه الافريقيه و 28 في القائمه المحليه، بس هشيل من ال 26 دول واحد ثاني مرشح يعني للرحيل عن الزمالك يعني. وبنسبه 90% عمر السعيد كما يقال لي، مش عارف الله اعلم. بالظبط، في عروض كتير لعمر السعيد، فهو يعني من اكثر الناس المرشحه للرحيل عن الزمالك في الفتره القادمه يعني. طيب قبل ما نسيب الزمالك، امام عاشور العقوبه بتاعته لماذا مباراتين؟ وهل ده تخفيف للعقوبه ولا اكتفوا بمباراتين كاس مصر على اساس ان الزمالك يبدا الموسم الجديد ابيض نلض على نظافه، ولا في مجامله حصلت؟ لا لا لا، ما اعتقدش انه في مجامله يعني. اللجنه من ساعه ما جت ما جاملتش اي يعني فريق. انا لا اتهم احد، انا بسال. كان مجامله، ولكن لجنه الانضباط يعني شافت انه الفيديو اللي وصل لها يعني لا يدين امام عاشور بشكل كافي يعني، فاكتفت بانه ايقافه مباراتين، فبالتالي امام يغيب فقط عن الزمالك في مباراتين في مباراه اليوم الثلاثاء يعني امام طلائع الجيش، وفي حال تاهل الزمالك الى المباراه النهائيه يوم السبت القادم يغيب ايضا امام عاشور، وبعد ذلك ينتهي ايقاف امام عاشور ويعود مره اخرى مع فريق الزمالك مع بدايه الدوري يعني. والنبي يا محمد، انت راجل مجتهد وشاطر وانا بحبك والله العظيم يا حماده، والله يعني انت النهارده عامل رساله جباره، اقسم بالله في مجامله غصب عنك. طب اقول لك على حاجه، خلينا اقول ايوه، اقول لك اقنعك بحاجه، اقنعك بحاجه، نقنع بعض يا صاحبي. احنا بص، انا عارف انك انت لا تجامل، ودي وجهه نظرك واحترمها، وانت بسم الله ما شاء الله النهارده اديتنا انفرادات بالجمله، ولكن تعال اقول لك حاجه حصلت النهارده، واحكم انت قول لي العقوبه امام عاشور مجامله ولا لا، وارجو ان الزملكاويه لا يتهموا ان انا بتهامل، انا عايز نرجع لما كنا عليه يا جماعه، لازم عقوبات رادعه، ما نبصش للاهلي ولا الزملكاوي. اقول لك على حاجه، لاعب باريس سان جيرمان المهاجم كافاني، عارفه حضرتك؟ عارفه، ابو شعره طويل ده. اسمه ايه يا معلم؟ هو اسمه إديسون كافاني. الله ينور عليك يا ابو إديسون. لا لا ما عجبك في الحاجات دي. الله ينور عليك يا صاحبي. إديسون كافاني عمليه، في واحد عمل له تعليق على انستجرام، والنبي عايزين نتعلم لله، والله العظيم انا ما بتاع الوان، والله ما بتاع الوان اقسم بالله، ولا ببص الالوان. إديسون كافاني يا جماعه لاعب باريس سان جيرمان، في واحد علق له على انستجرام، فرد عليه رد عنصري، اتهول للجنة الانضباط، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اتهول للجنة الانضباط ومهدد بالإيقاف 4 مباريات. يا جماعة انتوا بتتكلموا في ايه؟ هو كان في باريس سان جيرمان والان لاعب مانشستر يونايتد، لان انا معجب بيه من ايام باريس سان جيرمان، رغم ان انا ما بحبش باريس سان جيرمان، وانا مانشستراوي بس بطلت من اول ما راح صلاح بشجع ليفربول. يا ان ده الخبر ده من 4 5 6 ساعات النهارده، كات واحد اعتذر بعدها ولم يقبل اعتذاره يا محمد، اتحول يعني انسانيا، هو اعتذر شايف ان هو اخطا. ايوه بس انت تعرف الاعتذار هيخليه ياخد مباراه مباراتين، لكن انا بكلمك كتب كلمه على انستجرام، مصر تستاهل مننا اكتر من كده يا جماعه، مصر تستاهل مننا اكتر من كده والله. خلاص اللي كان بيدعي للعنف والتعصب غار مشي يا جماعة، لازم الإعلام يدعو إلى الانضباط ويدعو لعقوبات مغلظة حتى يعود الانضباط للكورة، لأنها الكورة عنوان أخلاق للشعوب.
اتق الله يا مهدي، يجعل لك مخرجا يا مهدي. لا لا لا، انا ما بظبطش عقوبات والله، انا بقول ما انا لما مسكوني لجنه الانضباط بدل المستشار سيد البندري المحترم، يعني صدقني هاخد قراراتها، هقعدك نص الابد في البيت. بس انا حاليا يعني بنقل المعلومه فقط لا غير، يعني بقول للناس انه اللي حصل بالظبط، انه اللجنه ارتأت انه اكتفوا بالايقاف مباراتين الامام عاشور والامور انتهت يعني. فدي مش وجهه نظري، دي ده خبر، لكن وجهه نظر انا لا، عقوبه امام عاشور تستدعي يعني من 4 ل6 مباريات او ل8 مباريات طبعا. بالظبط هو ده. وخلي بالك خلي بالك، احنا مش بنقول كده لا ضد امام عاشور ولا ضد الزمالك يا جماعه، خلاص وقت الفوضى ولا وراح. انا شايف، بص انا شايف ان اتقال نظام المصاطب والطبطبه، كفايه ماتشين الكاس وخلاص يا جماعه. لا ما ينفعش ده يا بيم ايدو. انا النهارده ضربت لكم مثل بكافاني، احضرنا يا احمد يا سيد. كافاني النهارده لا انا عايز ارجع اقول لكم ميدو، ولا عايز ارجع اقول المدير الفني الارجنتيني للوحده اللي قال ارى ان الحكم كان يحترم لاعب النصر اكتر من احترامه للاعب الوحده، مشى بعد الماتش يا جماعه. طب الكلمه دي فيها ايه؟ قال انا كنت شايف، هو كان طبعا بيدرب النصر قبل الوحده، قال انا كنت شايف ان الحكم بيحترم لاعب النصر اكتر من لاعيبه الوحده، وانا كنت بدرب النصر وعارف كيف يعاملوهم الحكام، ففهم انه بيقول ان الحكم كان بيميز لاعب النصر. راحوا جابوه بعد الماتش، خد باقي مستحقاته وقالوا له اول طياره يا ابني كذا 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 كذا، ما نشوفكش في المملكه. وصدر قرار الاتحاد السعودي او لجنه المحترفين عدم التعاقد معه ودخوله المملكه يدرب اي نادي. مصر كبيره وتستاهل اكتر من كده، مصر كبيرة وتستاهل أكبر من كده، والله بلدنا عظيمة، بلدنا عظيمة يا مستشار سيد يا بندار يا محترم، وأنا بأثني على قراراتك كلها، ولكن لاعب الدنيا كلها عشان الزملكاوية زعلانين من اللي عمله، الزملكاوية زعلانين من اللي عمله. بس احفظوا ان انا قلت ايه على امام عاشور، عشان لو في حد من الاهلي عمل خطا وجيت اتكلمت ما تقوليش ليه ما اتكلمتش عن الزمالك. انا بص هبدا معاكم السنه دي بما يرضي الله وحقاني بدون الوان. طيب بالظبط، ده كان واضح برضه يعني تعليقا على كلامك، انه من مداخله المستشار احمد بكر معاك امبارح، كانت اول مداخله ليه للمستشار احمد بكر رئيس اللجنه والثلاثيه المكلفه باداره نادي الزمالك، فده عهد جديد يعني مع المتابعين، يعني مع نادي الزمالك، عشان الناس ما تقولش بس احنا مع ناس او ضد ناس، بس احنا بننقل المعلومه سواء في الاهلي او في الزمالك او في الاتحاد بكل المصداقيه، والحمد لله يعني اللي بنقوله بيحصل، يعني الايام بتثبت ده يعني. طيب هل لديك اي معلومات اخرى في هذه في ملفات اتحاد الكوره او شيء؟ لا طبعا، ملفات اتحاد الكوره انه اللجنه، طبعا لجنه الصياغه، هم تم الاتفاق امبارح في الجمعيه العموميه على انه في لجنه مشكله لصياغه اللائحه، خلال يعني ساعات سيتم انتهاء من اللائحه، تم زياده عدد الاعضاء من 96 نادي اللي كانوا اتحاد الكوره بيقولوا عليهم الى 134 نادي، لان الجمعيه العموميه اللي كانت حاضره امبارح اعترضت على العدد، تم رفع العدد الى 134 نادي، وتم الموافقه يعني على غالبيه البنود اللي موجوده في اللائحه كلها اعتقد، يعني على جنب كلها توافق عليها ما عدا البند بتاع زياده الاعضاء ده، بس هو اللي تم تغييره، ده كل اللي بيحصل في اتحاد الكوره حاليا. عايز اقول لحضرتك انه في النقيض الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه امبارح على خالد الغندور، النهارده لو اتفرجت على قناه الزمالك خالد الغندور واحد ثاني خالص، خالد الغندور الاولاني يعني باع مرتضى منصور ومجلسه في ثانيه، وقال اللي يمشي يمشي واللي يقعد يقعد وبتاع. بس لا 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 لا، هو بدأ النهارده بالتمجيد في المجلس السابق. بالظبط، قال خلاص اللي مشي مشي وبتاع، واحنا كلنا داعمين للجنه الثلاثيه ومصلحه نادي الزمالك وبتاع، واي حد موجود في اداره نادي الزمالك احنا بندعمه واقفين معاه واقفين في ظهره وكده يعني. وانتقد امير مرتضى منصور لأول مرة اليوم بسبب البطاقة الدولية لحمزة المزلوسي وحميد أحداث.
قال ازاي الفتره اللي فاتت دي كلها وانتوا وامير عارف انه الاثنين راجعين ازاي ما حاولش يجيب البطاقه الدوليه؟ لا يا بيه، عايز اقول لك على حاجه، لولا ايمن يونس النهارده والكابتن اشرف قاسم وعبد الحليم علي واتحاد الكوره، ده كان من ضمن المغارز اللي كانت معموله عشان الزمالك يغرق، اللي بيدافعوا النهارده. عشان اختم معاك بس، عشان بس عندنا اخبار كتير في الاهلي وعندنا انفراد بالايمه المحليه والافريقيه، او هنقولهم ربما يكون حد قالهم قبلنا ما يبقاش انفراد. اهو بص وانت معايا اهو شايف، رجع مجلس الزمالك يا سيسي، رجع ثلاث هاشتاجات معمولين ممولين في وقت واحد، عارف اللي داخل عليهم من تلقاء نفسه؟ 5% من اللي عامل تعليقات مدفوعه. بص اهو ثلاث هاشتاجات مدفوعين اهو. طب مش انتوا اللي كنتوا بتحاربونا وتقولوا وفروا الاستقرار للمجلس؟ طب ما دينا هو بنمد ايدنا وبنقول وفر الاستقرار للمجلس، ما تيجوا توفروا معانا الاستقرار. تأول يوم بس ثلاث مؤامرات، المؤامرة الأولى الخزنة فاضية راحت في فلوس، المؤامرة الثانية البطاقة بتاعت المسلوسي وأحداد، المؤامرة الثالثة ال 30 مليون اللي محدش عارف عنهم حاجة غير النهاردة بتوع اتحاد الكورة.